السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من غدان بدا اليوم اثنين ان شاء الله غادي نوجدوا في هذا الويكاند هو السكر. بغيت كلنا ابتداء من يوم اثنين ان شاء الله بحول الله، انا ما غنقول لكمش حيدوا السكر في مره، انا ما غنقول لكمش سوبريمي، انا غنقول لكم ليميتي، وغادي نعطيكم بعض النقط باش تفهموا الاهميه ديال هذا التحدي. غنبدا بالنقطه الاولى، واش عندكم فكره على الكميه ديال السكر اللي تناخده للشخص الواحد في السنه في المغرب؟ كل مغربي شحال تياكل من كيلو ديال السكر ابيض في السنه؟ واش عندكم فكره؟ شكون اللي يقدر يقول لي شحال من كيلو في السنه في العام؟ كمية كبيرة بزاف، ربما غادي تعجبوا ملي غنقول لكم الكمية شحال. تقريبا ما بين 36 حتى 40 كيلو في السنة. واش تتخيلوا معايا؟ ما بين 36 حتى 40 كيلو في السنة ديال السكر الأبيض. باش تفهموا شحال هي الكمية، هذيك الطوبة الصغيرة اللي تنديروا في القهوة فيها 5 غرام. فتخيلوا معايا 40 كيلو في السنة، ما بين 35 36 حتى 40 كيلو. كمية كبيرة وكبيرة بزاف. اش تنصح منظمة الصحة العالمية اللي هي الأو إم إس؟ تنصحنا بالنصائح ديالها في السكر، نصائح اللي هي عديدة ومتعددة. المشكل اللي كاين في السكر، وهذه نقطة ربما غادي تجيكم شوية غريبة، ماشي هو الاستهلاك المباشر. المشكل اللي كاين هو الاستهلاك الغير المباشر. ماذا نقصد وماذا نعني بالاستهلاك الغير المباشر؟ شحال من واحد دابا غادي يسمعني تنهضر على السكر يقول لك غيمشي بالو مباشرة للقهوة وأتاي. ماشي هذا هو المشكل. المشكل اشنا هو؟ المشكل هو الاغذيه اللي تيكون فيها السكر وحنا ما عارفينهاش، اولا ما تنعرفوش الكميه اللي فيها، لان الدراسات كلها تبتات على ان الاستهلاك الغير المباشر ديال السكر اكبر بكثير من الاستهلاك المباشر. لانك مثلا تتشرب كاس ديال اتاي ولا جوج في النهار، ولا كاس ديال القهوه ولا جوج، ربما غدير فيهم طوبه ولا جوج ديال السكر. يعني واحد 10 غرام ولا 15 غرام ولا 20 غرام كاع ديال السكر عندك في النهار، بين قوسين منظمة الصحة العالمية تنصح 26 غرام في اليوم. ولكن واش عرفتي شحال غتجيب من غرام ديال السكر إلا شربتي ولا إلا خديتي ولا إلا تناولتي بعض الأغذية أخرى؟ منها لي صوص اللي تتشريو، منها بعض المشروبات بلا ما نذكر الاسم، منها بعض الأطباق، كلها أغذية فيها السكر. بقاو تقراو لي زيتيكات اللي تيكونوا مكتوبين. وبالتالي فالمسألة هي خطيرة جدا، لأن الاستهلاك الغير مباشر أكثر وأكبر من الاستهلاك المباشر. لو أننا نكتفي فقط بهذيك الطوبة ولا جوج صغيورين ديال 10 غرام في السكر، ماشي مشكل. باش نعود السكر، سميرة حمراس غادي نجاوب تو تالوغ. ألوغ أنا تنهضر الآن على السكر الأبيض، على السكر المضاف، ما تنهضرش على السكر الفواكه، ما تنهضرش على السكر الأغذية الطبيعية. علاش؟ غادي تقولوا لي علاش؟ غادي نجاوبكم دابا علاش. غادي نحاول نبسط ما امكن باش تفهموا هذه المساله، لان مساله مهمه وضروريه. اي غذاء خلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعه يحتوي على فيتامينات واملاح معدنيه. علاش؟ لان المواد الطاقيه اللي هي البروتينات والسكريات والدهنيات باش تعطيني طاقه، من المستحيل انها تعطيني طاقه الا ما كانش تواجد الفيتامينات. تنظر المساله سهله بسيطه مفهومه، يعني خديت مثلا مواد طاقيه باش تعطيني طاقة تيخصني وجود فيتامينات. خديت تفاحة فيها فيتامينات وفيها سكريات، بنانة فيها فيتامينات وفيها سكريات، تمر فيه فيتامينات وفيه سكريات. المشكل في السكر الأبيض ولا في الأغذية الغنية بالسكر الأبيض أنها لا تحتوي على فيتامينات، وبالتالي ماذا يقع؟ ملي تشربوا الأغذية، ملي تشربوا عفوا المشروبات أو تتناولوا الأغذية الغنية بالسكريات، أشنو تيوقع؟ الجسم تيمشي يجيب الفيتامينات من المخزون ديالو. يعني هذيك الفيتامينات اللي كانت غتلعب واحد الدور معين، صدقات غادي تلعب الدور ديال انها فقط باش نستعملوا هذيك السكريات اللي جايه. داكشي علاش في علم التغذيه تنسميوها سعرات حراريه خاليه او دي كالوري فيد. وبالتالي فالسكر الابيض منظمه الصحه العالميه، ودخلوا للسيت ديال الاو ام اس وغادي تلقاو هادشي، هذا تتفرق ما بين السكر الابيض والسكريات الطبيعيه، بطبيعه الحال ما يمكنش تقارنوا بيناتهم. وبالتالي فانا تنهضر على السكر الابيض.
فهذا السكر لا يحتوي على فيتامينات ولا يحتوي على أملاح معدنية، يحتوي فقط على السكريات، والاستهلاك المفرط ديالو خطير جدا بالنسبة للجسم ديالنا. الله يجازيكم بخير، تنقولها وتنعاود نأكد عليها لأنني حاس بشنو واقع. راه الاستهلاك ديال هذا السكر ديال هذا السم الأبيض يؤدي إلى إصابة بمجموعة من الأمراض: داء السكري، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض السمنة والزيادة في الوزن، مجموعة من الأمراض، ارتفاع الدهون وخصوصا ثلاثي الجليسيريد. فكلها هذه أمراض التي تأتي من الاستهلاك المفرط ديال هذا النوع ديال السكريات. لهذا فحاولوا الله يجازيكم بخير أنكم، أنا بغيت نسمعكم كلكم الآن، بغيت نشوفكم تتكتبوا. إن شاء الله غادي نبداو ابتداء من يوم الاثنين أننا نقصوا في استعمال السكر الأبيض، وأنا غادي نقصوا في تناول وشرب الأغذية والمشروبات التي تحتوي على هذه السكريات. غادي تقولي كيفاش نعرفوها؟ المسألة بسيطة جدا، قراو لي زيتيكات. أنا ما بغيتش نعطي أمثلة الآن حية باش ما تسماش أنا ضد واحد الغذاء ولا ضد واحد، أنا ما ضد حتى شي غذاء، أنا ضد الإصابة ديال الصحة ديال المواطن ديالنا المغربي أو للمواطن بشكل عام أو للإنسان بشكل عام. للأسف حنا ما بقيناش نتحركوا بزاف، ما بقيناش نحرقوا بزاف، وبالتالي فهاد الاستهلاك ديال هاد السكر ولا تأثر علينا بشكل كبير. الله يجازيكم بخير، حاولوا تنقصوا من الاستهلاك ديال هاد السكر، وتأكدوا دائما أن الاستهلاك الغير المباشر أكبر وأخطر من الاستهلاك المباشر. راه كاين بعض المشروبات وكاين بعض الأغذية اللي فيها 40 غرام من هذاك السكر، تتخيلوا معايا 40 غرام. كاين اللي معلقة وحدة من واحد من لاصوص تتلقى فيها 4 غرام، معلقة وحدة، ألوغ كنت تقدر في الغداء تاكل 3 المعالق ولا 4 المعالق، فيها معلقة وحدة فيها 4 حتى 5 غرام ديال السكر، يعني كليتي 4 المعالق ديال هذيك لاصوص غتاخد 20 غرام ديال السكر. كاين نقطة أخرى، الجانب النفسي، داكشي علاش قلت لكم خصكم تستعدوا ليه بشكل كبير. كلنا غنديروا يد في يد، وكلنا غادي نتعاونوا باش ابتداء من يوم الاثنين غادي نقصوا هذا السكر. وعندي رساله خاصه لارباب واصحاب المخابز، الله يرحم لكم الوالدين، الله يبارك لكم في التجاره ديالكم، الله يعطيكم ما تتمنوا، الله يعطيكم احسن حاجه كاينه في الدنيا، ما تزيدوش السكر في الخبز، الله يجازيكم بخير، ما تزيدوش السكر في الخبز يا هاد ارباب المخابز، يا اصحاب المخبزات اللي تيصيبوا الخبز، هاد الفرار اللي تتصيبوا الخبز، الله يجازيكم بخير، ما تزيدوش السكر في الخبز، راه المساله خطيره جدا، ما تزيدوش السكر في الخبز، راه الا زدتوا السكر في الخبز راكم تتاذيو الناس بلا ما تحسوا. علاش انا فيا مثلا مشكل ديال ثلاثي الجليسيريد وغنمشي نشري خبزه وغنكون فيها السكر غتزيد يضاعف لي هذا المشكل، عندي مشكل ديال زياده في الوزن غنمشي نشري الخبز غتزيد يضاعف لي هذا المشكل، يعني مجموعه من الامراض. وبالتالي فللاسف الله يجازيكم بخير، نحاولوا نبيعوا الخبز ونصيبوا الخبز بدون سكر، وربي ان شاء الله غادي يبارك لكم في التجاره، يبارك لكم في التجاره ديالكم. السؤال اللي كاين الان، باش يمكننا نعوضوا هذا السكر، الوغ نقدر نطرح السؤال بشكل اخر، واش حنا محتاجين لهذا النوع ديال السكر؟ وشحال كميه حنا محتاجينها في اليوم؟ نجاوبكم بشكل مباشر، هذا السكر الابيض ما محتاجينوش، من الاخر الجسم ديالنا ما محتاجش لهذا السكر الابيض. علاش؟ لان هناك سكريات من نفس النوع اللي تلقاوها في الطبيعه، كاينه في الفواكه، عصير الفواكه اللي غتعصر الليمونه في الدار وغتشربها راه فيها السكر ديالها، كاينه في التمر، كاينه في الزبيب، كاينه في الشريحه، مجموعه من الاغذيه تحتوي على هذه السكريات البسيطه السريعه اللي المذاق ديالها كذلك حلو. فهاد الاستهلاك ديال هاد الانواع ديال السكريات تساعدونا باش اننا نلبيو ونسدوا الاحتياجات ديالنا من هذا النوع ديال هذا النوع ديال الاغذيه، تساعدونا باش نسدوا الاحتياجات ديالنا من هذا النوع ديال السكريات، وبالتالي فاحنا ما محتاجينش لإضافة السكر الأبيض. ألوغ إلهام ريتاج تتقول لي واش ممكن نعوضه بالعسل؟ نعم ممكن، مثلا في بلاصة السكر ندير العسل مع أتاي ولا العسل مع القهوة ولا العسل في العصير. غير عشان نقول لكم أنا مسألة فقط مسألة نفسية، شحال من واحد تياكل التفاحة تياكلها بلا ما يزيد السكر، تيشرب الحليب بلا ما يزيد السكر، مين تيرى نديروا عصير التفاح بالحليب
شتي خصنا نزيدو السكر. علاش؟ مسألة فقط نفسية. تنعصر الليمونة تيخصني نزيد فيها السكر بجي دورونج، ولكن إلا كليت ليمونة عادية ما تنزيدش فيها السكر. دونك مسألة فقط نفسية. الهدف حاولوا دائما أنكم سمحوا لي حيت تقرا لي ميساج اون ميم طون. علاش خليوتها حتى الاثنين بداو من دابا؟ نعم ممكن تبداي شيماء مختار دانون، ممكن تبداي من دابا، نعم ماشي مشكل. قلت أن العسل ممكن أننا نعوض به. كاينة مسألة أخرى، الناس مثلا اللي تيبغيو يشربوا اتاي ولا القهوة ديالهم ولا شي حاجة بشي حاجة حلوة، ممكن يديروا تميرة مثلا أو ميم طون تياكل تميرة ولا جوج، أو ميم طون تيشرب هذاك الكويز ديال اتاي ديالو ولا قهوة، أحسن بكثير وغتستافد بزاف. لهذا فنحاولوا ما أمكن، نحاولوا ما طبيعة الحال. حنا أنا قلت لكم في الأول بديت اللايف ما قلت لكمش سوبريميو، ممكن مرة 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 في الشهر ولا مرة في 15 يوم خرجنا مثلا شهينا واحد الحليوة ممكن ناكلوها ماشي مشكل، أولا مثلا مرة في الأسبوع جالسين مع العائلة ولا شي حاجة درنا واحد الحليوة في الدار ولا شرينا واحد الحليوة في العيد ميلاد ولا شي حاجة ماشي مشكل، ماشي مشكل. حنا ماشي غادي نتزيرو غادي نتخنقو كاع، ولكن نتهضر على الاستهلاك اليومي. الاستهلاك اليومي خصو يكون ناقص باش مرة ولا جوج كلينا تشهينا شي حاجة حلوة، تشهينا أن كاطو باتيسخي سي با غراف، تشهينا حليوة بغينا نشربوها ناكلوها ولا شي حاجة ماشي مشكل. ولكن باش يبين لي عندنا الاستهلاك بنسبة كبيرة، هنا صدقوني أن الكثير من المشاكل جاية من هذا الاستهلاك المفرط وهذا الاستهلاك الكبير. وسمحوا لي غادي نعاود نقولها لأن هي النقطة المهمة في هذا اللايف، غادي نعاود نقولها أن المشكل في الاستهلاك الغير المباشر ماشي في الاستهلاك المباشر، وغنعاود نقولها فيت فو بليزير دو طون زون طون ماشي مشكل. شهيتي مرة مرة حليوة با بروبليم، ولكن ماشي كل نهار، ماشي في الصباح وفي العشية، عفوا سمحوا لي، ماشي في الصباح تنعمرها السكر وفي العشية تنعمرها السكر وفي الليل تنعمرها السكر والأغذية السكرية السكرية السكرية، تيعمل عندي مشكل. باش نجاوب على جاتني مجموعة الأسئلة فيما يخص واش السكر البني يمكن له يعوض السكر الأبيض؟ ماشي يعوض، حنا بغينا نقصوا من هذا السكر. هو السكر البني أقل ضرر نسبيا من السكر الأبيض، ولكن هذا لا يعني أننا خصنا نستهلكوه بشكل كبير حتى هو. دونك نحاولوا ما أمكن. نعم بطبيعة الحال إيمان بروحة العسل خاصو يكون طبيعي أكيد، أما إذا كان العسل مصيب هو حتى هو من السكر راه ما استفدنا والو. تنهضروا على العسل، عسل طبيعي. ولكن الخلاصة ديال القول باش ما نطولش عليكم بزاف، الخلاصة ديال القول أننا نقصوا من استهلاك الاستهلاك الغير المباشر ديال السكر، الاغذيه الصناعيه اللي تتشريو، الماكولات اللي تتشريو على برا، قراو اشنو فيها، قراو المكونات الغذائيه ديالها، الا كانت فيها نسبه كبيره من السكر ما تاخذوهاش. السكر الابيض حاولوا تنقصوا منه بكميه كبيره ونقصوا منه بزاف. مره تشيتوا شي حاجه حلوه يعني قلت مره تشيتوا شي حاجه حلوه ماشي مشكل، ممكن انكم تاخذوها، وهذا كله باش نحافظوا على الصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا الصحة ديال العائلة ديالنا، باش نتفاداو مجموعة من الأمراض اللي ذكرت قبيلة وللأسف بحتى تنتشر بشكل كبير. فشهر نوفمبر هو فرصة، هو شهر ديال داء السكري، فنتمناو الشفاء للجميع. وكما تنقول دائما هاد التحدي هذا هو تحدي بالنسبة للأشخاص العاديين اللي ما تيعانيو من حتى شي مرض، اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي.